حملة واسعة لتعفير وتعقيم المحال والأسواق التجارية في منطقة التأميم أطلقتها مديرية الدفاع المدني لحماية وإبعاد إصابة المواطنين من كورونا. بإشراف العميد أسعد مشرف مدير دفاع مدني الأنبار باشرت كوادر الدفاع مدني الأنبار بتطهير محافظة الأنبار. نحن حاليا في منطقة التأميم بتعفير منطقة التأميم كافة هذا اليوم. ومساء أمس كنا بتعفير منطقة الرمادي، حي الجمعية والإسكان وحي المعلمين والضباط، وغدا إن شاء الله ستكون في مقضاء الخالدية لتعفير منطقة الخالدية إلى حين انتهاء الفيروس اللعين. ونهيب بالمواطنين الكرام بتنفيذ وصايا خلية الأزمة. وفيما أكدت صحة الأنبار الاستمرار في منطقة التأميم الأولى وثماني أشباط ومناطق أخرى، وثمن أهالي المنطقة هذه الحملة التي توعي المجتمع لأي مخاطر وتحد من التجمعات والفعاليات في هذه المناطق. اليوم تعفير في منطقة التأميم شارع معمار، والبارحة كنا في حملة في الحوز، منطقة الحوز شارع النهر، واليوم في منطقة التأميم شارع معمار مجمع معمار، اليوم تعفير وفحص. هاي الحملة اللي انتهى فراس كورونا من العراق كله مو بس الأنبار. إن شاء الله أن نبدأ بتخلص من هذا الوباء بجهود هذه الأبطال المشتركة من الجيش الأبيض والدفاع المدني. حملات تعفير وتعقيم في المناطق الشعبية لمدينة الرمادي الهدف منها لوضع حد لجائحة كورونا وإعادة عدد الإصابات إلى الصفر في عموم محافظة الأنبار. من الأنبار نور الدين العبيدي، قناة التغيير.